مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من همزة وصلة. كلنا شفنا على مدار سنوات كتيرة جدا هناك انهيار كبير جدا للعقارات في كل المحافظات تقريبا، ولكن كان الموضوع بيبقى أكتر يمكن في المحافظات الساحلية نظرا لطبيعة العوامل والتربة هناك، وكان بيتم الإنشاءات لهذه المباني يمكن مش بشكل يتناسب مع طبيعة الجو هناك، وعشان كده كنا بنصحى دايما على فاجعة انهيار مباني بشكل كبير، وده طبعا بيترتب عليه ان بيموت في السكان الموجودين، وكمان بيكون بيأثر على المنازل المجاورة ليه. في القاهرة برضو وفي كل المحافظات هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير جدا، لان طبعا ما بيبقاش في مراعاة لعدد من المعايير المفترض ان هو يتم الاخذ بيها في عملية البناء، وطبعا ده بجانب عنصر الوقت والعمر، ان في عمارات كتيرة جدا او بنايات كتيرة جدا تم بنائها من سنوات طويلة ولم يتم اي أعمال صيانة لها. ده ممكن هنرجعه لحاجات كتيرة جدا، يمكن لخلافات ما بين المالك والمستأجر في عملية من يتحمل تكاليف هذه الصيانة، ويمكن لأسباب عوامل جوية ربما، ويمكن في عملية التأسيس نفسها ما بيكونش تم التأسيس بشكل صحيح. إذن هي أسباب كثيرة جدا، ولكن في النهاية المواطن هو اللي بيروح ضحية هذه الانهيارات للعقارات القديمة، وده يمكن اللي لفت نظر أو خلى البرلمان وبعض من أعضاء البرلمان خاصة في لجنة الإسكان إن هي تقترح بإنشاء لجنة. هذه اللجنة ستكون منوط بيها إن هي تمر على المنازل للكشف عن المنازل القديمة واللي قايلة للسقوط، واللي يكون كمان طالع لها قرارات إزالة وما بيتمش. طبعا المحليات ليها دراع كبير جدا ودور كبير جدا في هذا الأمر، سواء بإنها تتابع عمليات الإزالة إنها بيتم إزالة أو متابعة الصيانة، أو ولكن أيضا من الناحية التانية أن هم ربما يتغفلوا عن هذه القرارات وعدم تنفيذها. طبعا هنناقش مع حضراتكم كل هذه الجوانب الكثيرة جدا، أسباب هذه الانهيارات، من هو المتسبب ربما في عدم تنفيذ هذه القرارات، أهمية هذه اللجنة، الأعضاء اللي تكون هذه اللجنة، وأمور أخرى وأسئلة أخرى هنتكلم فيها مع حضراتكم النهاردة في حلقتنا من همزة وصل، من خلال إجابة حضراتكم أيضا على سؤال حلقتنا النهاردة، وهو كيف ترى المطالب بتشكيل لجان لفحص العقارات القديمة للتأكد من سلامتها. هننتظر بالطبع مشاركات حضراتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج، وخاصة على صفحتنا على الفيسبوك. قبل ما نبدأ مع المختصين اللي هيكونوا معايا خلال حلقتنا النهاردة، اسمحوا لنا نروح لفاصل معلوماتي عن إحصاء للمباني والحوادث الكتير اللي تعرضت لها مصر، وأيضا بنود هذا المقترح بتشكيل هذه اللجان، ونرجع مع حضراتكم سريعا نبدأ حلقتنا.
إذن زي ما شفنا مع حضراتكم، دي كانت أهم البنود اللي وردت في مقترح أعضاء في لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تشكيل هذه اللجنة ومين يكون هم أعضاء هذه اللجنة، وكمان أرفقوا أسباب إنشاء هذه اللجنة بسبب زي ما قرينا مع حضراتكم، شفنا ربما لتهاون البعض في التعامل مع عمليات أو قرارات الإزالة اللي بتكون صادرة لبعض المباني، وأيضا عدم وجود صيانة دورية لهذه المباني، وعوامل كتيرة جدا. ولكن الأهم التنفيذ، يعني إحنا دايما في مصر ما يبقاش عندنا أزمة في تشكيل لجان، أزمة في قرارات أو في قوانين، ولكن الأزمة في المتابعة والتنفيذ، وده يمكن من أهم الحاجات اللي المفترض هيتم الانتباه ليها جدا في الفترة القادمة، وده اللي هيتم التعامل معاه. خلونا نناقش كل هذه البنود وهذه الجوانب مع ضيوف اللي هيكونوا معايا عبر الهاتف. وهيكون معايا أول ضيف معايا الأستاذ عاطف أمين، وهو أمين التحالف المصري لتطوير العشوائيات، وأيضا الأستاذ أحمد حنضل الكاتب الصحفي. اسمحوا لي أبدأ بالأستاذ عاطف أمين. أستاذ عاطف، تحياتي لحضرتك أولا. أهلا بيك يا فندم. يعني أهلا بيك. طبعا العشوائيات من تعتبر من المساكن الخطرة اللي طبعا الدولة قامت على الانتهاء منها بشكل كبير جدا، والاهتمام بيها بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، ويمكن هناك بعض المنازل اللي تم بنائها بشكل حضاري وبشكل طبيعي جدا، ولكن أيضا يمكن ينفع ندرجها تحت بند العشوائيات. حضرتك شايف إزاي يتم التعامل مع هذه المباني، خاصة وإنها يعني ما تلفتش نظر المسؤولين إنها ممكن تنهار في أي وقت؟ حضرتك، الدولة بتعمل حاليا خلال حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القضاء على المناطق العشوائية الغير بشكل نهائي من أجل الحفاظ على أرواح جميع المواطنين ونقل المواطنين من هذه المناطق إلى مساكن بديلة حضرية ترعى حقوقهم في الحياة الكاملة. مساكن المناطق العشوائية بتنقسم إلى جزئين في مناطق عشوائية غير آمنة، اللي هي قريبة من الصخور أو كابلات السكة أو السكة الحديد أو كابلات الضغط العالي الكهرباء، ودي المناطق اللي أعلن عنها السيد عبد الفتاح السيسي في 2016 بالقضاء على هذه المناطق التي يسكنها مليون مواطن مصري في 351 منطقة خلال عامين. الدولة حاليا وهناك أيضا عشوائية اللي هي آمنة ولكن غير مخططة، اللي هي حضرتك ممكن نكون بنتكلم عليها، اللي بتمثل حوالي 60% من مباني مصر، مناطق آمنة، مباني آمنة غير مبذلة لصحة المواطنين أو حياة المواطنين، ولكن ينقصها بعض الخدمات لأنها تم بناءها بدون ترخيص أو دون مراعاة شروط الأمن والسلامة للمواطنين. المستقبليه اللي الدوله بتعمل عليها اللي هي بنهايه 2030 باذن الله بعد الانتهاء بنهايه 2019 خلال هذا العام من توفير مساكن ادميه للمواطنين، اللي هي الدوله بتعمل خطط مستقبليه بحصر جميع المناطق التي ينقصها بعض الخدمات في المدارس او توسيع بعض الشوارع او حدائق او مدارس او حضانات او مراكز شباب ويتم العمل فيها. حضرتك ان تعامل الدوله مع يعني الدوله حاليا بتعمل حكومه مصريه لديها خطه للقضاء على هذه المناطق العشوائيه وليس حكومه رد فعل كما تعودنا في خلال ال 30 عام الماضيه، ويمكن تعامل الدوله مع حادث سقوط صخره الدويهه كان اكبر دليل ان الدوله بتعمل بخطط استباقيه وليس حكومه رد فعل. تمام. باذن الله في نهايه 2019 بهذا العام سيتم الانتهاء نهائيا بتوفير 215,000 وحده سكنيه لاهالينا في هذه المناطق، وايضا اعلان معظم محافظات او جميع محافظات مصر حاليا من المناطق العشوائيه الغير امنه، وان الدوله بدات تضع يديها اسباب انتشار العشوائيات، لان كلنا نعلم ان في الصادق ما كانش الدوله طرح حقوق المواطنين وليس ولم تقوم بتوفير وحدات سكنيه للمواطن، وانها تركت المواطن يبحث بنفسه بطريقه عشوائيه وغير مخططه لتوفير مسكن ملائم ليه ولاسرته، و
ولكن مبادرة السيد الرئيس توفير 1,000,000 وحدة سكنية والإسكان الاجتماعي، وكل هذه الوحدات هي عبارة عن توفير وحدات بديلة للمواطن لمحدود الدخل بمساكن حضرية وأمنة وصحية للقضاء على هذه الظاهرة التي لها انعكاسات أمنية واقتصادية واجتماعية تهدد الأمن القومي المصري. نعم، بس احنا تبقى معي استاذ عاطف، وهروح للاستاذ حمدي حنضل الكاتب الصحفي. استاذ حمدي تحياتي لحضرتك. اهلا اهلا بيك، اهلا بحضرتك. يعني طبعا حضرتك عرفت ان لجنه الاسكان في البرلمان تقدمت بطلب لتشكيل، يتم تشكيل لجنه مكونه من مهندسين لفحص المباني، خاصه المباني القديمه. حضرتك شايف اهميه تشكيل هذه اللجنه، وازاي هيكون ليها دور فعلا للحد من عمليه سقوط المباني المفاجئ اللي احنا ممكن بنلاقيه من يوم للتاني؟ اولا خلينا الاول نقول انه الدولة المصرية أخذت على عاتقها خلال الفترة أو السنوات الأخيرة المعالجات الجذرية للمشكلات القديمة المستعصية اللي ما كانش حد قبل كده خالص بيتصدى لها أو بيهتم بيها. النهارده مشكلة مشكلة العشوائيات النهارده دي كانت من ضمن المشكلات القديمة اللي الناس كلها بتتكلم عنها، اللي كان كل الناس بتئن منها، ولكن ما كانش لدى الدولة المصرية ضمن أولوياتها إن هي تهتم بهذا الأمر. إحنا شفنا خلال الفترة اللي فاتت إن الدولة بدأت بإزالة العشوائيات الخطرة اللي هي حياة الناس بتبقى مهددة فيها، وشفنا إزاي إن الدولة المصرية بإمكانياتها اللي موجودة لدينا قدرنا، ومن إمكانيات هذا الشعب العظيم، قدرنا إن إحنا ننقل يعني عشرات الألوف من هؤلاء الإخوة والأشقاء والناس اللي هم المصريين الذين عانوا طويلا من خطر انهيار. وشفنا صخره بتاعه المقطم لما انهارت على بعض الناس، شفنا الحجم الخسائر اللي كان موجود. ايه النهارده انت الحمد لله ان قدرنا نعمل من قطاع عريض نسبه عاليه من هؤلاء الذين كان يتهددهم الموت بين لحظه واخرى، وقدرنا ننقلهم في مساكن ادميه. وشفنا ان الدوله المصريه عملت حاجه مش معموله في العالم كله، وهي ان انت عملتي ان الدوله بدات تسلم الناس دي شقق بالفرش بتاعها، وده مش موجود في اي دوله في العالم. انت عملت الكلام ده في مصر، وبالتالي انت النهارده بدات تخش في مشكله العشوائيات بجديه شديده جدا، وان هي احدى الاولويات اللي رئيس عبد الفتاح السيسي حاططها قدامه. طيب النهارده البرلمان لما بيعمل ده هو امتداد لاهتمام الدوله بمشكله العشوائيات. مشكله العشوائيات النهارده لما الدوله تيجي تعمل لجان، وهذه اللجان تنزل للمدن وتعمل حصر بهذه الاماكن، ونعمل زي ما الدوله عملت وارجوكوا يا جماعه احنا عايزين برضه نبص دي الجانب الايجابي في تعامل الدوله مع العشوائيات. منطقه بولاع شفنا الدوله المصريه لقت كانت هذه المنطقه من المناطق شديده العشوائيه، وحياه الناس كانت فيها مهدده بشكل كبير، وشفنا الكلام، وشفنا الدوله دخلت وادت لكل مواطن في هذا المكان ما يريده. اللي عاوز يستنى في المكان الدولة ضمنت له انه يرجع تاني في شقة في نفس المكان، اللي عاوز ينتقل لمكان اخر الدولة يسرت له امكانية الانتقال الى مكان اخر، صحيح. اللي عايز ياخد تعويض الدولة ذات تعويض، وبالتالي قدرت الدولة تزيل هذه الاماكن العشوائية وتعيد تخطيطها على اسس يعني تناهض وتنافس عصر 2050 و2090، يعني بنتكلم مش على حاجة تنفع دي 2019 اللي احنا فيها، احنا بنتكلم على 2050 و2090 وهكذا. اذا انت جزء من هذا الاتجاه هو يعود الى ان الدوله حطت اولويه اولى لهذه العشوائيات. نمره 2 بقى هيستدعوا تعاون المواطن مع الدوله. الدوله النهارده بتعمل الكلام ده عشان تنقذ المواطنين من هذه العشوائيه، بدل ما النهارده يجي واحد مريض يوشك ان يموت وداخل جوه قلب حاره ضيقه والعربيه الاسعاف ما بتعرفش توصل له، عربيه الاسعاف تقدر توصل له. حريق في بعض هذه المناطق عربيات المصافي ما بتقدرش تخش له، وبالتالي بدل ما يبقى ضحيه واحده واثنين وثلاثه بيبقى اكثر من كده. اذا احنا والمساكن من دي بتقع على رؤوس اصحابها النهارده. اذا انت بتتكلمي على خطه دوله بتبني للمستقبل ومش بتبني للحظه الحاليه. دولة ما بتبصش تحت رجليها، وإنما هي بتبني لأولادنا وأولاد أولادنا.
تمام، هسامح طبقة ما يا استاذ حمدي، وهروح للاستاذ عاطف مره ثانيه. استاذ عاطف، يعني الاستاذ حمدي تحدث في نقطه مهمه طبعا، ان فكره ان البرلمان بهذا القرار او بهذا التوجه المفروض ان هو بيكمل مسيره الدوله وتوجهها للحفاظ على حياه المواطن. اتكلمنا عن شق العشوائيات، ان تم تناول هذا الملف بشكل ناجح بشكل كبير جدا، ولكن احنا بنتكلم النهارده كمان على المباني الموجوده وقائمه بالفعل، ولكن مثلا طلع لها قرارات ازاله او ما فيش تم فحص ليها، فبالتالي ممكن نفاجئ بانهيارها مره واحده. دور المحليات في هذه اللجنه، وان هي ازاي تطبق ده دورها الاساسي، ان هي تتابع وتباشر هذه المباني. يا حضرتك، مشكله العقارات الايله للسقوط مشكله بتواجه الدوله، من اهم المشاكل اللي بتواجه الدوله، لان بسبب الاهمال والفساد وعدم الصيانه، وان العقارات المخالفه وصلت 2,184,000 عقار مخالف للبناء. يعني احنا فقدنا اكثر من 50% من الاراضي الصريحه للزراعه، ولكن للاسف ان هناك قرارات ازاله مجمده لم يتم تنفيذها على ارض الواقع. وما بنفاجئش به هذه القرارات بعد ما زادت الا بعد حدوث كارثه لا قدر الله وسقوط ارواح، ونفاجئ باحد مسؤولين الاحياء اللي هو بيقول اللي احنا رحنا وكنا هننفذ اكثر من قرار، ولكن تصدي الاهالينا ومنعهم هو اللي اجل تنفيذ القرار. فاحنا بنطالب بتشكيل لجنه هندسيه لتقييم هذه المنازل التي مر عليها على الاقل 100 عام، وانشاء مدن جديده زي ما احنا ماشيين دلوقتي، لان احنا ما عندناش مشكله في الاسكان، احنا عندنا مشكله في التوزيع، وانه لابد من انشاء مدن جديده لنقل سكان هذه المناطق المهدده ومحاسبه المسؤولين عن هذه في الاحياء، عن هذه العقارات، وعن البنى الذي بيتم يوميا مخالف، وتوصيل بعض المرافق له من مياه او كهرباء، محاسبه هذا المسؤول، لان الدوله بتعمل وبتعمل مجهود وبتبذل مجهود كبير في القضاء على هذه المشكله، ولكن بنفاجئ اللي بعض الاحياء او بعض مسؤولين الاحياء ما زالوا اللي بيتغاضوا عن مخالفات بناء كتيرة، وبيتم توصيل بعض المرافق في غياب تام عن القانون وعن محاسبة هذه المسؤولين عن هذه الأفعال. أشرت النقطتين مهمين جدا. الأولى حضرتك ذكرت إن في رؤساء أحياء بيكون عندهم القرارات بالفعل، سواء بالإزالة أو بالإخلاء لبعض المنازل، ولكن ما بيقدروش إن هم ينفذوا هذه الأحكام عشان الأهالي هم اللي بيتصدوا لهم. حضرتك شايف إزاي ضمانة إن يتم التعامل بشكل مختلف هذه المرة مع الأهالي، وبرضو محاولات التصدي ليهم، لأن هم تقريبا ما بيبقاش ليهم أي ملجأ آخر أو سكن آخر؟ ايوه يا فندم، هي المشكله حضرتك اللي انا اللي المواطنين، معظم المواطنين في هذه المناطق الايه للسقوط بيبقوا محدود الدخل، ليس عندهم اي امكانيه في او بديل لمساكن فخر. فما فيش ما تجيش الاحياء بتيجي فجاه. طبعا هي بتنفذ قوانين الحفاظ على المواطن، ولكن المواطن ليس له اي بديل اخر عن هذه الوحده، فبالتالي اللي هي عشان تحافظ على حياته فبالتالي بتطرده في الشارع، فبالتالي المواطن بيقول انا كده كده ميت، عنده اسره مكونه من اولاد وزوجه، فمش ما يقعد في الشارع وعنده مكان ممكن يرعاه او يحافظ عليه وعلى خصوصياته، فلازم يكون في هناك بديل، لازم يكون في حصر، بيعمل حصر على العقارات الايله للسقوط كلها وكام ومن يستحق. والدوله دلوقتي بقى في شغل غير ال 30 سنه الماضيه، ما فيش حد بياخد وحده غير المستحقين الفعليين، فبيتم حصر هذه العمارات العقارات الايله للسقوط وعدد سكانها ومن يستحق صرف وحده سكنيه بديله. فبالتالي اللي انا كده اقدر اجيب المواطن من مسكن غير ادمي او مهدد ليه حياته وبديله مسكن قريب آمن لي ولأسرته، ما استناش لما الكوارث تقع، وبنسمع من في كل فترة وفي الآخر نقول أصل المواطن هو السبب. المواطن مش السبب، المواطن معذور لأنه ما عندوش مكان يلجأ إليه غير هذه الوحدة. يعني أيوة، شايف إن الشارع يتم التعامل مع المباني اللي بتكون قايلة للسقوط أو طالع لها قرارات إزالة
معاملة العشوائيات، ان يتم توفير ليهم سكن بديل زيها زي، يعني هنلاقي هنقابلنا طبعا مشكلة تانية ان ممكن العمارة او المبنى اللي هيتم هده بيكون في منطقة معينة راقية مش عشوائيات وما الى ذلك، فما يتعرض على السكان ان هم ينقلوا لمنطقة تانية الدولة موفراها ما تتناسبش مع المستوى الاجتماعي اللي كانوا عايشين فيه، فدي برضو معضلة تانية مش هينفع التعامل معاها. هي حضرتك معظم العقارات اللي قايله السكوت بتقع في مناطق عشوائيه، ما بيكونش في مناطق راقيه والاماكن، فكلها فبتبقى لان مبانيها كلها ممكن يكون من اللي بتبقى عشش وبيوت اكثر عدى عليها اكثر من 100 عام، فمعظمها بيقع في الاحياء الفقيره، ويمكن معظم الحوادث ما سمعناش عن اي حادث اي من السكوت في مناطق راقيه وحضريه، كلها بتقع في المناطق عشوائية أهاليها محدود الفقر محدود الدخل، فبالتالي يجب تعامل الدولة مع هذه مع هذا الملف الهام كأنه كمواطن في مناطق عشوائية غير آمنة، لأنه في أي لحظة زي ما أنا براعي الناس اللي ساكنة في المناطق القريبة من الصخور زي ما ساكن الدويقة اللي أنا زي ما براعي حفاظا على حياته، نعم. براعي اللي في أي لحظة بالعكس ده في لحظة في أي لحظة ممكن البيت يقع على أرض بينهار، نعم بشكرك، وبالتالي يحدث حوادث ونرجع نقول بيانات ونرجع نقول المواطن هو تمام. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عاطف امين، امين التحالف المصري لتطوير العشوائيات. وهروح مره ثانيه استاذ حمدي حنضل. استاذ حمدي يعني هكرر برضو سؤالي لحضرتك، التعامل المحليات مع سواء قرارات الازالات، استاذ احمد تحدث معانا ان فكره ان الاهالي هم نفسهم ما بيرضوش ينفذوا هذه القرارات، ازاي يتم التعامل مع هذه الحاله؟ وكمان في حاله ثانيه ان نفس العاملين في المحليات احيانا هم اللي بيتغاضوا عن تنفيذ هذه القرارات. اولا خلينا نتكلم بصراحه وبوضوح، هذا الهدف الاساسي لهذا الاتجاه ايه؟ هدف الدولة ايه من الحملة دي؟ هل هدف الدولة اقتلاع ناس من بيوتها عشان هتبيع لحد تاني؟ ده مش ممكن، انما هدف الدولة هي توفير او ضمان توفير حياة كريمة لهؤلاء الذين تتهددهم هذه العشوائيات. وبالتالي هذا الهدف النبيل ليس يعني لا يجب ان يكون حمله على المحليات بس، لازم احنا كمؤسسات مجتمعية كل مؤسسات الدولة تتضافر لإقناع الناس اللي هي موجودة في هذه المناطق بحتمية التعاون مع الدولة للحل، لأن النهاردة أنت ما تجيش تقولي إن الدولة تشتغل في الكلام ده والسيد نائب مجلس النواب قاعد حاطط إيده في المية الباردة، ما ينفعش إن ده ينعمل والإمام بتاع أو خطيب المسجد أو راعي الكنيسة يكون بعيد عن هذا التوجه، لأن ده هدف أخلاقي نبيل، لازم يبقى في عندنا نوع من التعبئه المجتمعيه، منظمات المجتمع المدني، الجمعيات الاهليه اللي موجوده في كل القرى. ايوه حضرتك عايز دورهم يقف عند ايه؟ عند التوعيه، توعيه المواطن ولا المشاركه كمان؟ ممكن المشاركه كمان لمن لديه القدره على ده، يعني افرض ان انا عندي جمعيات، جمعيه زي جمعيه المهندسين المصريين، جمعيه معماريين، جمعيه الجمعيات المتخصصه اللي تكون لها دور او اللي ممكن يكون لها دور في الجوانب الفنيه، اهلا وسهلا بيها، تتفضل تتقدم معانا وتخش مع الدوله في حاجه زي كده، لان انا عايز هنا ايه؟ مش كل حاجه اقول النهارده رئيس القريه او رئيس المدينه لو راح لعماره والعماره الناس سكان العماره دول اللي هي هتنهد على دماغهم قالوا لا احنا مش عايزين نطلع ونفضل الموت على الحياه الجديده، هو مين اللي ممكن يقنعهم بده؟ مش رئيس المدينه ولا رئيس القريه لان ده شخص رسمي، انما اللي يقدر يقنعهم بده؟ ناس من المنظمات المجتمع المدني، الجمعيات الاهليه، الامام المسجد، النائب عن المجلس عن الحته دي، يطمئن الناس ان ما فيش خطر يتهددهم في العوده، لا ان انتوا هتطلعوا من هنا وهترجعوا تاني واحنا بنضمن كدوله وكمجلس نواب بنضمن لكم هذا الحق، يعني اذا انت بتتكلمي مع دوله بمؤسساتها المختلفه مش مع حكومه، مش هحط كل حاجه على دماغ المحليات واقول ده المحليات فاسده والمهندسين فاسدين وبتاع، لما كل الدنيا فاسده طب امال الدنيا ماشيه ازاي؟
ما هو ده إذا أنا ياخدنا لنقطة الضمير، فكرة إن يعني سواء حتى في عملية البناء، يعني أنا برضو عشان بختلف مع ضيفي إنه كان بيتحدث إن بس العمارات أو المباني اللي بتكون قايلة للسقوط بتكون فقط في الأماكن العشوائية أو القديمة، ولكن ده على أرض الواقع لا مش مختلف، حقيقي، لا 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 بالعكس في أماكن بتكون راقية ولكن الضمير اختفى في عملية البناء، أو إن تم هذه البناء الأماكن بطريقة غير منافية للمعايير الهندسية أو المظبوطة، إن فبالتالي معاملة أمان كل بالظبط. الاستهداف. طيب هنا التعامل في النهارده الحالات دي يبقى يكون ازاي؟ ولما كان تم البناء مش المفروض بيكون في حد من الحي، مهندس من الحي بيجي يشرف على عملية البناء ويتأكد انه تم البناء طبقا للمعايير ولا لا؟ خلينا نقول ان احنا مصر مرت فتره حصل فيها اختلال للمعايير واختلال لمنظومه القيم. لازم نعترف بده. في اطار هذا الامر كل واحد كان عايز يبني بيبني، كل واحد عاوز يطلع ببرج بيطلع، كل واحد عايز يعمل اي حاجه بيعملها، لان يعني لم تكن الدوله، احنا كنا بنتكلم على ان دوله كانت مهترئه ودوله كانت في ظروف صعبه. النهارده الدوله المصريه بدات تستعيد عافيتها مره ثانيه، هو لو ما كانتش الدوله بتستعيد عافيتها كنا قدرنا ان احنا النهارده نعيد الحياه مره ثانيه الى منطقه بولاع بشكل جديد، او نحط اساسات لحياه جديده في منطقه بولاق؟ استحاله. انما انت النهارده الدوله بدات تعود قويه، وقوه الدوله مش ان هي تمسك بالناس، قوه الدوله ان هي بتريح الناس، بتاخد كل واحد بظروفه وبتوفر له البديل اللي هو عاوزه في اطار من الشرع وفي اطار من القانون. اذا انت النهارده بتتكلمي مش بتتكلمي على مهمه لجنه من مجلس النواب ايا كان عددها، حتى لو كان عددها مليون واحد، لا، هي مهمة الدولة بكل مؤسساتها، علينا أن نتعاون معا في إيجاد حلول مقبولة للناس عشان نقدر لما ننقلها نقدر نرجعها تاني بشكل كويس، نعم، وخلال مدة زمنية محددة وبمواصفات محددة ووفقا لتكاليف محددة. نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حمدي حنضل الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا على مداخلتك معنا ورأي حضرتك في موضوع حلقتنا النهاردة. طيب خلونا مشاهدينا هنكمل طبعا مع ضيوفي عبر الهاتف، ولكن هنروح الأول نشوف آراء حضراتكم في الشارع المصري حول موضوع حلقة النهاردة ونرجع مع حضراتكم سريعا نكمل النقاش. والله هو الموضوع ده هو كويس، اللي هو هيحافظ على الناس، ان لو في بيت فيه مشاكل ولا حاجة ممكن يعملوا له تنكيس، يعملوا له صيانة، فده موضوع كويس مش وحش، يعني حفاظا على أرواح البشر اللي كل فترة نلاقي في بيت وقع فجأة، في بيت وقع فجأة، فده يعني كويس مش وحش. ده رأي بصراحة ربنا الصائب، واحنا بنشجع الرأي ده عشان مستقبلا حفاظا على أرواح المواطنين، والبيت القديمة لازم تزال، لها عمر افتراضي، لها عمر افتراضي، فاللي فات عليها فترة من الزمن المفروض تزيل وحفاظا للشعب. في بعض المنازل فعلا اللي بقى لها مثلا دخلت في عمر 50 سنة أو أكتر، فيها بعض التصدعات والتشرخات، والأهالي طبعا أو أصحابها مش قادرين إن هم يعملوا أي حاجة. ليه؟ لأن بالتالي مثلا ما فيش أي مكان تاني يلجأوا له لحد مثلا ما يوضبوا الشروخ أو التنكيس اللي هو في البيت. المفروض يبقى في كل فترة ينزل مهندسين يشوفوا المباني، اللي هو عايز إزالة يزيله، اللي عايز ترميم يرممه. طبعا بالنسبة إزالة المباني القديمة غير صالحة للسكنة دي المفروض تزال لسلامة المواطنين. بالنسبة للمباني الأثرية ده تراث للبلد ومفروض محافظة عليه وصيانته. طبعا لا خلاف على أهمية تشكيل مثل هذه النوعية من اللجان، ولكن هنتكلم تاني ان مش أزمة لجان ولكن أزمة تنفيذ ما ينتج عن توصيات هذه اللجان، ده بيكون دايما هو الشيء المهم تنفيذه على أرض الواقع. قرارات اللجان كتيرة جدا ولكن الأهم هو التنفيذ. طبعا اتكلمنا في النصف الأول من الحلقة عن ان فكرة ان الأهالي نفسهم هم اللي ما بيرضوش ينفذوا، يمكن دي سبب يراجع ليهم هم، ولكن
عندنا كمان جوانب تانية من ناحية الدولة ودور الدولة في تنفيذ هذه القرارات أو حتى على الأقل متابعة هذه المباني. خلونا قبل ما أبدأ نسأل ضيوف اللي هيكونوا معايا في الجزء الثاني من حلقتنا، هنروح نشوف بعض من آراء حضراتكم جات لنا على صفحة البرنامج وعلى صفحتنا على الفيسبوك. ناهد عبد الفتاح أيلا، السلام عليكم. بالنسبة لعمل اللجنة فلابد من تصنيف كل عقار حسب عمره وإعطائه مدة للفحص كل فترة لبحث تأثيره السلبي ومتابعة الصيانة، ولكن ذلك يكون عبء على كاهل الدولة، لذلك يجب إلزام كل مالك بعمل حساب بنكي لصيانة كل عقار يوضع به نسبة من ثمن التمليك لكل شقة، وكذلك دفع مبلغ من الملاك كل فترة كنسبة من الزيادة في ثمن أرض العقار. أما بالنسبة للعقارات المستأجرة فيتم عمل حساب بنسبة من الإيجار كل شهر كل عقار لشركة الصيانة التابعة له، وأن تكون الشركة مسؤولة أمام الجهات المتخصصة أو المختصة بتقارير الصيانة. طبعا ده كان قرار ومقترحات الأستاذة ناهد، هنناقشها بالطبع. وأيضا معانا الأستاذ حسام أبو باشا بيقول هو بالفعل في لجان بتعمل ده وبتعمل قرارات إزالة للأبنية الخطرة، بس للأسف مش بيحصل تنفيذ للهدم وبينتظروا لحد ما تقع لوحدها. أكبر مثال على ذلك أبراج الأسكندرية المخالفة. أيضا معانا نور محمود أو ممدوح، التأكد من رخصة المباني لأمان المستأجر والمشتري والتأكد من سلامة البنية الأساسية أو إزالتها وإعادة البناء بشكل سليم لسلامة المواطن. معنا عبد الفتاح الحمد عبد الناصر عفوا الحمدي، هذه القرار أو هذا القرار في صالح المواطن خوفا عليه وعلى سلامته، والمهم تنفيذ القرارات وليس التحايل عليها. وشكرا لحضراتكم وشكرا لحضرتك لمشاركتك معنا. معنا مريم سميح، مريم بتقول يجب تحقيق هذه المطالب على وجه السرعة وعدم البت فيها، خاصة وأنها تتعلق بأرواح عدد كبير جدا من العائلات، كما نتمنى أن تتضمن هذه المطالب أيضا القضاء على العشوائيات ضمن حملة الرئيس. معانا أحمد حازم الشيخ بيقول طبعا لازم يبقى في لجان حفاظا على أرواح المواطنين ومنع حدوث خسائر في الأرواح والمباني. ومعانا أيضا وفي الغمر بيقول مطلوب إنشاء موقع إلكتروني لكل محافظة يحتوي معلومات عن المباني التي تم إصدار رخص بناء لها ومواصفات المبنى حتى يستطيع المواطن الاطمئنان قبل الشراء، كما يحتوي الموقع على جميع قرارات الإزالة والترميم الصادرة حتى لا يحجب المالك المعلومات عن المشتري والسكان. طيب في مشاركة تانية من علاء محمد بيقول بيقول مطلب طبيعي في وطن ضاعت فيه الأساسيات والتعريفات والبديهيات من الطبيعي أن يكون هناك فحص سلامة دوري على كل شيء. طيب دي كانت طبعا آراء حضراتكم اللي تضمنت البعض منها تضمن بعض من المقترحات للتعامل ازاي مع عملية الأبنية القديمة، وكانت مقترحات كويسة جدا ومهمة هنناقشها طبعا مع ضيوفي. والبعض تحدث عن فعلا أهمية وجود هذه اللجان استكمالا كمان لدور الدولة في الفترة الأخيرة في القضاء على العشوائيات بشكل كبير والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين. خلونا نناقش مع ضيفي اللي هيكون معايا عبر الهاتف، هيكون معايا الأستاذ إيهاب الحنفي وهو عضو صندوق تطوير المناطق العشوائية. أستاذ إيهاب تحياتي لحضرتك. أستاذ إيهاب ايوه فندم اتفضلي. اهلا بك يا فندم. يعني طبعا يعني احنا اتكلمنا بشكل كبير عن فكره العشوائيات واتكلمنا كمان عن دور الدوله الواضح جدا والناجح في التعامل مع العشوائيات وخاصه العشوائيات الخطره، ولكن احنا المباني القديمه لا تقل خطوره على صحه وحياه المواطن عن العشوائيات، كيف يتم التعامل معها؟ وهل احنا كنا في احتياج لانشاء لجان اخرى لمتابعه هذه المباني، ولا المفترض زي ما جه في اراء بعض المشاركين ان المفترض في زي داتابيز او قاعده بيانات خاصه بكل المباني المفترض اللي يتم ازالتها او يتم ترميمها؟ تمام. هو بص حضرتك لازم بس نفرق الاول بين دور الصندوق، احنا كصندوق معنيين بالقضاء على المناطق العشوائيه، التكليف اللي واخدينه في الاول هو قضاء على المناطق العشوائيه غير الامنه، ودي ليها معايير، يعني انا مش عايز اخش بس في يعني في تفاصيل كتيره. نعم. بس احنا عندنا اربع معايير لعدم الامان اختارهم اللي هو الدرجه الاولى والدرجه الثانيه. تمام. الدرجه الاولى اللي هم معرضين لانهيارات جبليه،
وبرضو يعني ممكن لهم على يعني في حرم سكه حديد ليها يعني معايير محدده. الدرجه الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو السكن غير ملائم، وده تمام. يمكن اللي هو الخط اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، واللي هو ان شاء الله هيتم بالكامل خلال السنه دي. احنا قضينا على 85% من المناطق، حوالي 102 الف وحده سكنيه استفادوا. ان شاء الله فاضل شغالين في 90 منطقه اخرى، ودول اللي هم هينتهوا خلال السنه دي. طب حضرتك مش قلقان ان المباني اللي هي قايله للسقوط او طالع لها قرارات ازاله انها تندرج مع الوقت ومع مرور الوقت لفكره المباني الخطره برضو، فتندرج تحت بنود، نلحقها قبل ما تندرج تحت بنود العشوائيات او المباني الخطره والمهدده لحياه الانسان؟ طيب ما انا اوضح لحضرتك، احنا كصندوق بنشتغل مناطق، يعني انا بقول منطقه، انا بشتغل على منطقه مش مباني. المباني في لجنه اللي هي لجنه المنشات الايله للسقوط، دي بتبقى في وانا طبعا اكيد كصندوق احنا ما بنشتغلش لوحدنا في الدوله، اكيد مع المحافظات، ويعني فهو المحافظات في دور عليها اللي هو حته لو مباني دي بتاعه المحافظات، في اللجنه اللي هي المنشات الايله للسقوط بيتبص عليها بيبتدي يحصل ليها تطوير، او يعني لو هي بتمثل خطوره طبعا اكيد هينزلوها. تمام تمام. انما لو حضرتك بتتكلمي بقى ممكن في الجزء الثاني اللي هو المرحله الثانيه اللي احنا هنشتغل عليها اللي هو المناطق الغير مخططه، وده يمكن التكليف اللي احنا يعني ابتدينا نماذج منه دلوقتي وهنستكمله، بس ده بيمثل 40% من العمران في مصر، فهو يعني احنا بنتكلم 40%، ف يعني مساحات شاسعه جدا محتاجه ضخم جدا. فيمكن ده عشان كده احنا عاملين له خطه ان هو خلال 10 سنين، بس احنا في الحقيقه اشتغلنا بعض النماذج، احنا شغالين حوالي اشتغلنا 57 منطقه وهنستكمل ان شاء الله، بس في اطار القانون، يعني احنا لو بنطور المناطق غير مخططه في اطار مخطط تفصيلي. تمام، بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايهاب الحنفي عضو صندوق تطوير المناطق العشوائيه، شكرا جزيلا لحضرتك. وانضمت لينا عبر الهاتف الدكتوره رندا جلال استاذ مساعد بكليه التخطيط بجامعه القاهره. دكتوره رندا تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طبعا فكره المباني القديمه او المباني اللي بتحتاج صيانه، في منها مباني بتكون تم انشائها حديثا ولكن لم يتبع فيها التصاميم معايير التصميم الهندسي الامن وما الى ذلك. حضرتك شايفه ازاي يتم التعامل مع هذه البنايات، ودور كمان هذه اللجنه ان تم انشائها في القضاء على هذه الظاهره؟ هو المفروض في سجل عيني لكل حي او كده بيحصر المباني اللي موجوده وحالتها، المفروض ده بيبقى فيه حصر من الحالات اللي هي زي كده قايله للسقوط او كده، او اعمال الصيانه او الحاجات الدفاع المدني اللي فيها او كده هي بتتوثق، وبيفوت اللي هو المهندس الحي او كده باشراف دوري. لو في حصر بقى عندي بيتعمل ان في مباني حالتها في حاله الصرف الصحي بتاعها او السلالم بتاعتها فيها خطوره او حاجه بتتسجل كده، بيحصل حصر لكل المباني اللي محتاجه جهاز معين هيتعامل معاها او ترخيص معين او قرار معين. تمام. من خلال اللجنه دي. وفي العكس، في مباني ذات قيمه موجوده بس حالتها من الصيانه بتهدر وبيشتغل فيها التنسيق الحضاري او كده، هي عمليه تنسيق ما بين الاداره في الحي وما بين الجهات التابعه. طب هو احنا بنتكلم على الحصر. هيك ذكرت ان بالفعل في مهندس من الحي المفترض انه بيعدي او بيمر من وقت لاخر بشكل دوري يتابع حاله المباني، خاصه اللي مدرجه عنده في قاعده بيانات ان ده يتم متابعته. طب ليه بنفاجئ ان في مباني بتنهار مره واحده بدون علم؟ في منها الجديد اللي تم بناؤه حديثا وفي منها كمان القديم. هو في حاجتين، المهندس الحي بيخش يشوف المباني او يدخل يتابع، او انا بسلم المبنى طبقا لمعايير. يعني احنا ما عندنا مثلا اي مقاول او اي استشاري وصف، لازم ما فيش جهه بتستلم منه المبنى ان هو موافق للاشتراطات الامنه. ماشي، ما فيش جهه بتستلم منه المبنى. ما فيش حد بيستلم منه المبنى، هو بياخد التصريح بياخد بيبني، لكن مين اللي بيستلم؟ المالك.
تمام. مفيش جهة بتوافق على هل هي مؤهلة للحاجات الأمنية، الكهرباء، الحريق، الكلام ده كله ما بيبقاش طب مطابقا للمواصفات. وده ده دور مين؟ ده المفترض دور مين؟ لا، دور الأحياء. الأحياء. طب ما فيش يعني لو ما تمش ده ما بيتمش، ولو ما تمش ده ما بيتمش الرقابة على الأحياء اللي بتتخلف عن بصي هي سلسلة، هي سلسلة هنشوفها، هل في جهة بتستلم؟ لا مفيش جهة. هو بياخد تصريح وبيبني، هل بنستلم منه بعد البناء هو بنى أو لا؟ دي الحلقة دي مفقودة شوية. تمام. دي طبعا نقطة مهمة جدا حضرتك ذكرتيها، وأكيد يعني يعول عليها كثيرا جدا في ان ممكن عدد الانهيارات اللي بنشوفها مفاجأة، ان فعلا ممكن اخد التصريح وابني بعد كده بالطريقة اللي تعجبني. وطبعا الملك طبعا بيبقى حابب يوفر بشوية في عملية البناء وفي الاساسات وما الى ذلك، فبالتالي بنشوف الكوارث اللي بتحصل. بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة رندا جلال، استاذ مساعد بكلية التخطيط جامعة القاهرة، وبنعتذر طبعا لضيق الوقت. وايضا الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. وزي ما شفنا موضوع انهيار العقارات ليه جهات كتيرة جدا وحلقات كثيرة جدا بيتوه في وسطها مين المسؤول، ولكن في النهاية حياة المواطن هي الأهم والهدف الرئيسي للدولة في هذه الفترة. وزي ما ذكر ضيوفي إن لابد من تكاتف كل الجهود وكل الجهات لتطبيق هذه أو هذا التوجه ومساعدة الدولة في تنفيذ توجهها. قبل ما أختم مع حضراتكم اسمحوا لي أذكركم بسؤال حلقة الغد من همزة وصل، وهو كيف يسهم قانون الدفع غير النقدي في تقليل معدلات الفساد والرشوة. هننتظر مشاركات حضراتكم بالطبع معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج. بشكر حضراتكم حسن المتابعة لهذه الحلقة، وإلى اللقاء.